إصابات العمل في أي مجال لا شك أنها قد تودي بحياة العامل إذا لم تكن لديه أو لدى زملائه دراية كافية بالتعامل مع إصابته، لا سيما تلك التي قد تحدث بين عمال المحطات الكهربائية الذين هم أكثر العمال عرضة للخطر نظرا لعملهم المتواصل بين الأسلاك والأعمدة الكهربائية، خصوصا تلك التي تحتاج إلى صيانة دورية. وحفاظا على سلامتهم وحمايتهم من الإصابات التي قد يتعرضون لها، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الإصابات نتيجة انقطاع الأسلاك الكهربائية بسبب شدة الرياح، اختتمت الشركة العامة للكهرباء دورة رفع الكفاءة لمشغلي المحطة 66 بالزنتان بالتعاون مع قسم الإسعاف بمستشفى الزنتان ومديرية الأمن وجهاز السلامة والمطافي. نوصلوا في نهاية هذه الدورة إن احنا الهدف الأساسي هو السلامة العامة للأرواح والممتلكات، وبالتالي نحافظوا على شبكتنا إن هي تشتغل والفني يكون بحالة سليمة وبحالة آمنة في بيئة عمل آمنة، وبالتالي ينعكس على أداء الشبكة في توصيل التيار الكهربي لكل منزل أو لكل مرفق في ليبيا الحبيبة. الدورة التي حضرها أعيان المدينة وأصحاب العلاقة تأتي في إطار التعريف بالإسعافات الأولية، وقد مرت بعدة مراحل لإنقاذ المشغلين من فرق الصيانة أثناء حدوث أي إصابة، كسقوط أحد المشغلين وطريقة إسعافه وعملية الإنعاش وطرق رفع المصاب، إضافة إلى كيفية إطفاء الحريق وإنقاذ المشغلين أثناء نشوبه. قمنا بإجراء عملية تمرين لمصاب بالعمود الفقري نتيجة سقوطه من على الشبكة، قمنا لعملية تمرين ثاني لإسعاف مصاب تعرض لإصابة وبالتالي وقف التنفس والقلب وعملية تدليك القلب والإنعاش، قمنا بعملية ثانية الثالثة اللي هي لإنقاذ مستخدم داخل مجرى الكوابل في مبنى المحطة. لا شك أن مثل هذه الدورات تعمل على تعزيز مفهوم السلامة العامة من جهة وتقدير أرواح العاملين من أجل الوطن من جهة أخرى، ناهيك عن أنها تعمل على رفع كفاءة المشغلين وتمكنهم من التعامل مع مختلف الأزمات في حال حدوثها وخروجهم منها بأقل الخسائر.